اهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. حان موعدنا مع جولتنا اليوميه الصباحيه وزيارتنا لبلاد صاحبه الجلاله، نقلب من خلالها صفحات وننظر نلقي نظره على ابرز منشطات وعناوين الصحف الصادره صباح اليوم. هيصحبنا في هذه الجوله الاستاذ طارق تهامي الكاتب الصحفي بجريده الوقت. صباح الخير يا استاذ طارق. صباح الخير يا استاذ رميس. طيب خلينا نبدا سريعا من جريده الاهرام. الرئيس خلال اجتماعه بالمجموعه الاقتصاديه يوجه بضبط الاسعار، توفير الادويه والوقود والسلع، جذب استثمارات مباشره للمشروعات الكبرى والاهتمام بمحدودي الدخل. حكومه جديده، يمكن المجموعه الاقتصاديه ما شهدتش تغيير، ولكن نفس العناوين ونفس المنشطات، ضبط الاسعار، جذب الاستثمارات مع نفس الوجوه. هل المشكله في الوجوه ام نحن بحاجه الى سياسه تسير عليها هذه الاسماء؟ لا، المشكله في الدولار. يعني لما يعني القراءه الاوليه لهذا الخبر، لهذه العناوين، تشير الى انه احنا عندنا مشكله في قيمه الجنيه، واننا بنستورد كثير من احتياجاتنا بالدولار، ولذلك مفيش ضبط للاسعار. انا لما استورد منتجات من الخارج بهذا الكم الكبير في كل المجالات، في ظل وجود نظام اقتصاد السوق، الامر مفيهوش اي ضبط. الامر بيرتبط بحجم مدخولي انا، الدخل القومي المصري هو اللي يظبط الاسعار. لما يبقى عندي دخل كبير، قيمه الجنيه بتاعتي هتبقى جيده، قدرتي على الشراء هتبقى افضل، فكره انه التاجر او المستوري يتلاعب بالسعر ما بين الحين والاخر دي مساله مش هتبقى موجوده. يعني كل سنه بتزيد الاسعار، لما تكلمي اي مستورد لاي منتج يقول لك سعر الدولار اتغير. طب الهامش اللي انت خدته هل هو موازي لسعر الزياده اللي في الدولار في مقابل الجنيه؟ احنا مش عارفين. طيب طبعا ده في حاجه الى سياسه لضبط السوق، خاصه ان احنا كان في تصريحات في مؤتمر اليورو ماني حول موضوع سعر الدولار والجنيه اثارت الكثير من الجدل. بالظبط. يعني لو احنا خدنا مثلا كلمه واحده من هذا العنوان اللي موجود في جريده الاهرام، الصحيفة العريقة الكبيرة، هو عن الأدوية. هو في بيت مصري ما فيهوش أدوية؟ لا. لما أجي أتكلم عن الأدوية، يعني معناها إن لازم يبقى في اعتمادات بمبالغ دولارية معينة لاستيراد المواد الخام. بقى حجم الاعتماد قليل، ما بقاش مفتوح زي الأول. يعني الأول أي شركة أدوية تستطيع إنها تستورد الكميات اللي هي عايزاها من المواد الخام. النهاردة لا، ده في تحديد عشان عندي مشكلة في الدولار. فبقى يتقال لكل الشركات، ما فرقش بقى بين شركه ادويه وشركه لعب اطفال، بقول له لا، انت ليك مبلغ محدد، فبيستورد المواد الخام على قد المبلغ اللي هو يقدر يخرجه من الدولار بره مصر. فانتاجه قل ليه؟ لانه مش قادر يجيب مواد خام، فبالتالي مشكله الادويه هتبقى مشكله. انا ليه بساوي بين اللي بيستورد فوانيس رمضان وهو بيعمل اعتماد، ما بين اللي بيعمل ادويه؟ ليه اساوي ما بين اللي بيجيب احتياجات اساسيه من الطعام مثلا والاكل ومواد بتدخل في صناعه الاطعمه المحفوظه مثلا، وبين اللي بيعمل فوانيس رمضان؟ يعني المساله محتاجه اعاده هيكله في المنظومه. بالظبط. انا ما اساويش بين هذا وذاك. يعني حتى فيما يتعلق بالوقود، اعتقد ان قصه الوقود دي مرتبطه بالدوله، فالدوله عليها انها تفتح اعتماداتها. ما مفيش صاحب محطة بترول في شارع الهرم ولا شارع اي شارع في مدينة نصر، عباس العقاد مثلا، بيعمل اعتماد عشان يجيب من خارج مصر بترول لمحطته. الدولة هي اللي بتعمل ده. طيب طالما ان الدولة هي بتعمل ده، ما تستوردي بترول يكفي احتياجاتنا لمدة طويلة. ليه انا بشتري البترول باحتياطي زمني قليل؟ ما انا اشتريه باحتياطي زمني كبير عشان يبقى عندي القدره ان انا احل اي مشكله فيما يتعلق بالكهرباء، بالوقود المرتبط بالسيارات. كان في ازمه الاسبوع اللي فات، وبيطلع مسؤولين في الحكومه يقولوا مفيش ازمه. لا، كان في ازمه الحقيقه، كان في ازمه. يعني كان في مشكله كلنا حسيناها، كل واحد فينا ماشي بعربيته وخلاص، والتانك عمال ينور له ويطفي، ازدحام على مع الازدحام. وبالتالي انا اعتقد انه على الحكومه بشكل عام، وانا عارف انها حكومه مؤقته، يعني
يعني لحين الانتهاء دي بقى مشكله ثانيه لحين انتهاء من الانتخابات البرلمانيه عليها انها تسير الاعمال بطريقه اسرع من كده. هتقدر يعني تحط سياسه لضبط السوق لاعاده النظر في الكثير من الاشياء السياسات النقديه والاقتصاديه؟ لا هو عنده اجراءات يعني ما يحطش سياسات، يعني انا مش طالب منه انه يحط لي سياسات. السياسات دي مرتبطه بحكومه اساسا، احنا كل مره بنبتدي من الاول بالظبط، يعني عشان كده الموضوع هل هي وجوه بتيجي تحط رؤيتها ولا سياسه عامه يجب وضعها ايا كان بقى الشخص يجب ان يمشي ويسير عليها؟ لا هو الاصل انها سياسات، ده الاصل، لكن في الحكومه دي هتبقى اجراءات. ليه؟ لانه انا عارف وحضرتك عارفه وكل وزير جه عارف ان هو موجود لحد ما تنتهي الانتخابات البرلمانيه، ده بحكم الدستور يعني مش برغبه حد، يعني هو ما جاب يعني ما تمش تعيينهم بعقد في مده محدده، لا هم عارفين ان الدستور هيلزمهم بان هم يقدموا استقالتهم عقب انتهاء الانتخابات البرلمانيه لتشكيل حكومه جديده. الحكومه الجديده دي مين اللي هيشكلها؟ هل هو حزب اغلبيه ولا هو حكومه ائتلافيه بين عدد من الاحزاب ولا دول كلهم مش هيقدروا فهيقترح رئيس الجمهوريه اسم رئيس وزراء وحكومه ويعرضوا على البرلمان. بالشكل الحالي احتمال كبير يبقى رئيس الجمهوريه اللي يقترح، وبالتالي هم عارفين كويس جدا انها حكومه ستتقدم باستقالتها في شهر ديسمبر القادم على الاكثر، وبالتالي عليهم ان هم ياخدوا اجراءات، مش سياسات بقى لان مش شغلته دلوقتي، اجراءات تمنع تفاقم اي مشكله موجوده. ومفهومه معلوم انه مش الوزير هو اللي بيدير الوزاره، اللي بيديرها مديرين ووكلاء وزاره، عليه بقى انه يحكم سيطرته على هذا ويقول لهم انتوا بتعملوا ايه، يتحول هو خلال هذه المرحله الى وكيل وزاره والى مدير بيتابع السياسات اللي موجوده في وزارته حتى لا تفلت على الاقل ضبط الامور في وهذه مسؤوليه وامانه طالما المقابل بقى بالظبط، لانه كتير من الناس بقى رفض انه يبقى وزير في الفتره دي، طالما انت قبلت عليك انك تتحمل المسؤوليه وتبقى مدرك وفاهم انه في ما يقرب من 100 مليون مصري عندهم احتياجات يوميه انت بتشيل جزء منها، فعليك انك تنتبه حتى لا يكون هناك اي نوع من انواع الانحراف عن الهدف المطلوب. طيب تأكيد الانتخابات هيكون لنا واقفة معاها، ولكن من جريدة الأخبار ما زلنا مع الحكومة الجديدة، إسماعيل يستعرض مشروع المليون ونصف مليون فدان مع أربع وزراء، ورئيس الوزراء يطلب سرعة تأسيس شركة الإدارة وتحديد التكلفة والعائد الاستثماري. مشروعات هيتم مناقشتها. ده برضو مرتبط باللي فات، يعني رئيس الوزراء قاعد 3 شهور، هل هيكمل ولا مش هيكمل احنا مش عارفين، فهو بيناقش ليه قضايا استراتيجية. لا يعني ليه بقى مشروعات استراتيجيه اسف، يعني انت بتناقش هذا المشروع الاستراتيجي الطويل المدى ليه؟ هل انت اللي هتكمله ولا في غيرك؟ انت نفسك مش عارف، وبالتالي انا اعتقد بس هل ده منطقي؟ يعني ما هو المفروض اللي بيجي بيكمل على ما قبل. مظبوط، يعني مش هينفع كل مره نبتدي من تاني الاول، وبعدين كان معروف برضو ان حكومه المهندس ابراهيم محلب حتى لو ما كانتش قدمت استقالتها في هذه الفتره فهي ايضا مستمره حتى اخر ديسمبر. هل حكومه محلب كانت بتسير بخطى معينه في هذا المشروع؟ انا مش عارف. انا قريت يمكن عندكم هنا تقريبا في الاستوديو ناقشنا هذا الكلام يمكن من شهرين تقريبا شهرين او حاجه زي كده، انه في مشروع بهذا الشكل، الخطوات اللي بعد كده احنا ما عرفناش، وبالتالي احنا لازم نعمل خط كده، خط احمر. هذا الخط الاحمر انه الدوله كدوله عندها مؤسسات مملوكه للدوله ليست مملوكه للحكومه، بمعنى ان احنا طبقا لهذا الدستور نحن دوله فيها تعدديه حزبيه وفيها برلمان، وحكوماتها المفروض انها تبقى حكومات متغيره طبقا لانتخابات البرلمان، وبالتالي يجب على كل حكومه تاتي سواء بقى كانت بتمثل حكومه مقترحه من رئيس الجمهوريه او تمثل حزب من الاحزاب انها او حتى مجموعه من المستقلين او التكنوقراط، ان تبقى مدركه انه في مشروعات بتجري داخل الدوله، هذه المشروعات على الحكومه اللي مشيت انها تسلمها لها، لا انا وصلت لحد المرحله الفلانيه، طب ايه المشاكل اللي موجوده؟ يبقى في تقرير ان انا قابلتني مشكله في التمويل. تسليم وتسلم. تسليم وتسلم. هل حدث التسليم والتسلم؟ انا ما اعتقدش، دي رقم واحد. رقم اثنين، الحكومه الحاليه تلتينها موجود هي نفس حكومه محلب، يعني التلتين هو نفس حكومه ابراهيم محلب.
بالذات في الوزارات الهامه، المجموعه الاقتصاديه، الوزارات السياديه، فالمفروض ان هم الملفات بالظبط عليهم بقى ان هم يقولوا لنا هم وصلوا لحد فين مع المهندس ابراهيم محلب، وهيعملوا ايه خلال الشهرين ثلاثه اللي هم موجودين فيهم، ويستعدوا لانه في حكومه جديده هتبقى موجوده بعد شهرين او بعد ثلاث شهور يسلموها. يجب ان تكون هذه المفاهيم موجوده. هل هذه المفاهيم موجوده في مصر؟ على فكره مش موجوده في بلدنا من سنوات طويله. الحكومه اللي بتيجي بتبقى رئيس الوزراء بيجي معاه حاجتين، معاه استيكه ومعاه قلم. استيكه يمسح اللي فات، وقلم بيكتب. دي بالمناسبه القلم بيبقى قلم رصاص، لان اللي بيجي بعديه بيمسح نفس الحكايه دي. ده مفهوم لازم يتغير، خصوصا مع رئيس دوله اعتقد انه الكلام ده مش هيمشي معاه. يعني فكره انه الكلام ده يبقى متكرر مع حكومات هو بيجيبها، اعتقد الكلام ده مش هيمشي معاه، لانه هو نفس الرئيس اللي عنده مشروعات في ذهنه كبيره عايز ينفذها، فمش هينفع تيجي حكومه تمشي على سطر وتسيب سطر، او تيجي الحكومه تمشي معاه بنفس الخطة ونفس الوتيره. بالظبط، لازم تيجي حكومه تكمل اللي بداته الحكومه اللي فاتت. اصلا مش منطقي ان احنا كل مره نبتدي من الاول. بالظبط، طيب خلينا الاول ما فيهوش كتير يعني. بالظبط، يعني ضاع من عمر مصر سنوات كثيره جدا الحقيقه في اشكاليات قانونيه واشكاليات دستوريه وما الى ذلك، وهنخش بقى في النقطه اللي جايه. يا فندم، ده سنه 2000 كانت دول الخليج انتهت من البنيه الاساسيه بتاعت كل مشروعاتها سنه 2020. سنه 2000 احنا النهارده في 2015، وفاضل 5 سنين على 2020 تيجي، واحنا لسه ما وصلناش للي هم كانوا بيعملوه سنه 2000. اعتقد انه احنا مفيش وقت، ويمكن في اطار الوقت اللي بيضيع هنروح لنقطه اخرى كان فيها ايضا جدل، واحنا على اعتاب طبعا الانتخابات البرلمانيه. جريده المصري اليوم: القضاء الاداري تحكم في الطعون الانتخابيه للقوائم اليوم، رفض بعض الطعون، تأييد شطب البعض، تأجيل الفصل في 155 طعن ضد قهليه. البعض متخوف جدا ان احنا نعيد نفس السيناريو اللي حصل من كام شهر في قصه ان المحكمه بتحكم بتاجيل الانتخابات. هو المره دي ما اعتقدش، يعني لانه تم تحسين الانتخابات ببعض المواد خلال المرحله اللي فاتت. الطعون اللي موجوده اعتقد انها طعون نظرت من قبل في الانتخابات التي الغيت. المحكمه الدستوريه حصنت الى حد ما الانتخابات القادمه. اتصور ربما يكون ده، انا كان من وجهه نظري ان انت ما تحصنش، لكن في النهايه هذا ما حدث، انه في رغبه في اجراء الانتخابات. ده علاقته ايه بالقضاء؟ لا، قضاء له اوراق ونصوص ودستور، يعني قانون ودستور واوراق بيقدمها محامين للطعن في اجراء الانتخابات. ربما يكون اللي بيخوف بعض الناس انه عدد الطعون كبير، يعني العدد كبير، لكن ده مش مقياس لقرار، يعني مش ما بيعكسش وجود قرار ممكن يتاخد. ممكن يبقى في طعن واحد فقط وينسف العمليه الانتخابيه كلها، ممكن يبقى في 100 طعن ولا طعن فيهم يجري ما يريده اصحاب الطعون. انا اعتقد ان الانتخابات هتجرى، اعتقد هذا، واتصور انه هذه الطعون ربما كتير منها يتم تأجيله، واتصور انه المجلس نفسه هيبقى عليه في قضايا بعد اجراء الانتخابات، لانه ربما تظهر بعض الاشياء خلال الانتخابات نفسها من مرشحين ضد مرشحين. هذه الطعون نفسها يثبت للمحكمه بعد اجراء الانتخابات ان فعلا هذه الطعون كانت محل نظر ولا حاجة. يعني إذا 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 طعن على المجلس وتم حله بعد إجراءه هيتحل. طب يا ده وارد، ده وارد. طب وارد، وارد جدا بالمناسبة. طيب يعني هنا ما نشوف الكهرباء مرة تانية، يعني ده عمر بيضيع من عمر وطن. طب عمره وأموال وجهد عمل وأموال وناس تستحق إنها تبقى في البرلمان، ربما تزهق فما تدخلهوش المرة اللي بعدها. بالظبط، واحنا شايفين إن حاليا يعني عزوف، أعتقد عزوف بشكل عام. حضرتك شايف المشهد الانتخابي إزاي؟ بكم هذه الطعون، بالوجوه اللي داخله، ببعض المشاكل اللي شفناها كمان في ايام تقديم الاوراق.
لا هو بشكل عام زي ما حضرتك بتقولي في عزوف كبير من شخصيات كتير ربما تستحق انها تبقى موجوده داخل البرلمان وهي ممتنعه عن هذا بسبب الارتباك اللي حدث المره الاولى وبعدين الطعون اللي اتقدمت فكره الكشف الطبي لا احنا هنعمله مش هنعمله يطلع حكم لا اصل لازم يتعمل بعدين يتقال اصل لازم يدفع المصاريف طلع حكم من يومين تقريبا انه على وزاره الصحه انها ترجع المصاريف الثانيه للمرشحين ده كله ارتباك بيخوف الجاد بيتخوف. الامر الثاني انه احنا هنشوف وجوه يعني قديمه كتير هنشوف هذه الوجوه ده ربما يصيب بعض الاجيال بالاحباط بشكل او باخر لكن انا عندي امل في حاجه مهمه هي اسمها انتخابات المحليات لانه انتخابات المحليات هتستوعب الشباب بشكل كبير طبقا للدستور في 13500 مقعد مخصصين للشباب صغير بالاضافه الى المراه ممكن يبقى المراه كمان كتير منها شباب وصغيرين فبالتالي 13500 مقعد على الاقل ممكن يبقى اكتر من كده وده بيمثل ربع المجالس المحليه على مستوى الجمهوريه الشباب ده هيشتغل على الارض هذا الجيل سيصعد بلا شك سيكون هو صاحب المشهد هيحرك الاحداث في قرى وفي نجوع وفي اماكن للقضاء على فساد موجود في بعض الادارات لتشغيل من لا يعمل لتسليم جيل لجيل بطريقة ديمقراطية اعتقد ان المحليات هتغير وجه البرلمان اللي بعديه بقى لكن البرلمان القادم لا هو البرلمان تقليدي كلاسيكي بشكله اللي اعتدنا عليه في سنوات ماضية سيسعى لانه يعني يجمل وجهه بطريقه او باخرى اعتقد انه مش هينجح في هذا لكن الانتخابات اللي بعدها اعتقد انه هتبقى فيه وجوه جديده تماما. بس نعمل ان هو يبقى فيه لسه العزيمه والاصرار زي ما حضرتك بتقول ان شاء الله عشان يقدروا يبقى ليهم نفس للانتخابات اللي بعد كده ما يصيبهمش الاحباط الحقيقي. طيب ننتقل لجريده الاخبار ومن جريده الاخبار وزير الخارجيه توجه الى نيويورك للاعداد لزياره السيسي اوباما العلاقات المصريه الامريكيه ركيزه لاستقرار المنطقه. زيارة رئيس عبد الفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة في ظل كافة التحديات اللي بتواجهها المنطقة. لازم نبقى واخدين بالنا إن في متغيرات حدثت. روسيا اللي كانت بعيدة إلى حد ما عن المنطقة بتعود بقى لها منذ ثورات الربيع العربي. لأنه الولايات المتحدة كانت متوغلة تماما داخل هذه البلدان. الأزمة السورية أثبتت إن روسيا ما زالت موجودة وقوية وأوقفت إسقاط نظام بشار الأسد. في وجهتين نظر في مسألة بشار الأسد، البعض يتعامل مع بشار باعتباره مستبد وغيره وإنه يجب إسقاطه مهما كان الثمن، وهناك وجهة نظر أخرى تقول إنه سقوط بشار يعني انه التيارات الدينيه المتطرفه هتسيطر على سوريا وتنتشر وتتوغل في البلدان المجاوره. اعتقد انه وجود روسيا غير شكل هذه المنطقه. مصر موقفها ايه هنا؟ مصر موقفها الحقيقه كان رائع جدا من بعد محمد مرسي، لانه محمد مرسي ارتكب الحقيقه خطيئه كبيره بانه في وسط الجماهير المساندين ليه هو شخصيا قطع العلاقات دون ما يرجع لا لوزاره الخارجيه ولا لمؤسسات في الدوله ولا جهاز مخابرات قطع العلاقات في لحظه. ده اعتقد انه تم تحسينه واصلاحه بانه مصر اصبح موقفها متوازن من الجميع تسعى لحل المشكله داخل سوريا بالاضافه الى ان مصر هي اللي اوقفت الى حد كبير في اماكن مختلفه خطر داعش وبتخوض معركه واضحه جدا للجميع يعني ما مش محتاجه انه احنا نتكلم عنها في سيناء ضد خطر هذه التنظيمات المتطرفه. ده علاقته ايه بقى بالزياره للولايات المتحده؟ لا علاقه مهمه لانه مصر الان مختلفه عنها منذ 3 سنوات. لا في ترتيبات جديده في المنطقه بتحصل احنا شركاء فيها في مواقف معلنه من الجميع اننا نرفض التطرف ونرفض الارهاب ونرفض التدخل الخارجي في شؤوننا الداخليه. اعتقد دي كلها رسائل واضحه على الولايات المتحده ان تتعامل مع مصر بشكل مختلف، لسنا تابعين
مثل ما كان يحدث. واعتقد ده حدث ايام يعني مبارك والان الامر في الكثير من المواقف على مر الشهور الماضيه. طيب هننتقل الى جريده الشروق ووجه اخر من التعاون مع جهه اخرى. الفريق محمود حجازي بحث في بريطانيا تعزيز التعاون العسكري، والسفاره البريطانيه رئيس الاركان المصري ناقش سبل مساعده مصر في مكافحه الارهاب. تعاون على الصعيد العسكري. اه طبعا، لانه بريطانيا بلا شك هي يعني هي احدى الدول العظمى يعني واحدى الدول الدائمه العضويه في مجلس الامن. على المستوى العسكري هي دوله متقدمه جدا في صناعه السلاح. بالمناسبه عندها واحد من اعرق واهم اجهزه المخابرات في العالم يعني، وبالتالي التعامل معها اعتقد التعامل مهم. وده بيكشف يعني بيأكد اللي قلناه من شويه ان مصر عندها تنوع في علاقاتها، ما بقيناش خلاص بنروح لدوله بعينها نروح نزور وتحج زي ما كان بيحصل فيما سبق. والكلام كان واضح يعني التقارب مع روسيا والصين وهذه الدول لا يعني الانفصال والابتعاد عن الولايات المتحده او بريطانيا وعلاقتها بفرنسا، واحنا لسه جايبين سلاح من فرنسا. هذا التنوع هو تنوع مهم. اعتقد انه الجيش المصري يسير بخطى جيده، اعتقد اننا كمان بنؤيد هذه الخطى لاننا في حاجه الى حفظ الامن في مصر وحفظ هذه الدوله من اي اعتداءات من اي نوع سواء تنظيمات او دول. طيب هذا التعاون العسكري الى اي مدى حضرتك شايف ازمه اللاجئين اللي انفجرت في دول اوروبا ساهمت في الدفع بان هم اخيرا يدركوا ما كانت تتحدث عنه مصر دائما بضروره مكافحه الارهاب؟ ما ده برضه اللي قلناه يعني المشكله انه هم بيبقوا فاهمين وبيحاولوا يعني يلتفوا حوالين المساله. انه قلنا انه مشكله الارهاب في بلادنا اذا فضلت هذه الدول تدعم هذه التنظيمات هتنتقل ليهم شاوم ابو، لانه فكره الحدود مش موجوده دلوقتي، خلاص العالم بقى يعني حاجه بسيطه جدا فهم بيعانوا منها النهارده، لدرجه انه في بعض الدول بقت تقفل حدودها. ما هو هو مش عارف مين اللي جاي له، ما هو معذور. انا يعني احنا لو مكانه يعني في هذه ده هنبقى معذورين. ناس جايه لك انت مش عارف جايه منين، هل هو لاجئ حقيقي هارب من جحيم حروب، ولا هو مجموعه من فيهم مجموعه من تنظيمات ارهابيه داخله بلدي وهتعمل تنظيم داخل هذا البلد. دي مساله هو معذور، لكن في النهايه احنا حذرنا منه. ما تدعمهمش باموال، ما تدعمهمش بسلاح، ما تدهمش معلومات مخابراتيه. هذا كله استمر وبيعانوا منه الان. ربما في اوروبا سينتقل الى الولايات المتحده اذا استمر بهذا الشكل. اعتقد ان احنا كنا عندنا فهم لما يحدث، هم اللي كانوا بيحاولوا يلتفوا حوالين الحقيقه. طيب خلينا ناخد سريعا اخر خبر معانا. جريده الوطن الداخليه ترفع درجه الاستعداد لتامين احتفالات عيد الاضحى، نشر الاكمنه لحمايه المواطنين والتعامل الفوري مع محاوله الاعتداء. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه والمصريين بخير. ده اعتقد انها يعني مساله مهمه جدا. الاستعدادات هي اجراء طبيعي بتقوم به وزاره الداخليه. اعتقد ان العيد هيمر بسلام. بالمناسبه ما اعتقدش ان في حد هينجح في انه يعكر صفو الامور، لان المواطنين نفسهم بقى عندهم عدم رغبه في رؤيه هذه المشاهد مره ثانيه. كل سنه وحضرتك طيب. نشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب استاذه لميس. استاذ طارق تهامي الكاتب الصحفي بجريده الوفد، بنشكر حضرتك شكرا جزيلا. شكرا موصول لكم ايضا مشاهدينا الكرام على متابعه هذه الجوله. وقفتنا التاليه في هذا الصباح مع اخبار المال والاعمال وزميل محمد شعبان.